طبعا اليوم وصلتني أجمل هدية. هاي لولو، مالكش علاقة، انت تريد تستكشف. أجمل هدية من أخ وصديق من أيام الجامعة، صديقي العزيز هاني. أشكرك على هاي الهدية القيمة. هسه نفتحها ونشوف. طبعا أخونا هاني عنده هواية من أجمل الهوايات الموجودة، اللي هي جمع المجسمات والفيجرز الخاصة بالشخصيات الكرتونية. مثل هذا المجسم الخاص بحلم الطفولة اللي هو جراندايزر. عاشت ايدك حبيبي هاني، اخو صديق عزيز، والله يحفظك ان شاء الله جزيل الشكر. جراندايزر والمركبة مالته سبايزر. عاشت ايدك اخويا هاني، جزيل الشكر على هاي الهدية. صراحة يعني ماركة كلش حلوة، يعني ما اعرف صراحة، فاجأت. انا عبالي صغير حجمها، طلعت كبيرة. وهذه التحفة بعد النصب، حلم الطفولة جراندايزر. أروع هدية وصلتني من أروع صديق.